أعزائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غنطرق الموضوع مهم، ألا وهو عدم الثقة بالنفس. طبعا الناس اللي عندها مشكل مع الثقة مع النفس تيكون الأمور ديالها فيها كثير من الصعوبات، وإن يعني كان الأمر بالنسبة للكفاءات ديالهم قادرين، لكن هم ما عندهمش الشجاعة وما عندهمش الطاقة باش يدوز من مرحلة إلى أخرى. ثلاثة العوامل اللي ممكن نخدموا عليها في الثقة مع النفس. فأول شيء هو الإنسان يدخل في تصالح مع النفس ديالو، الإنسان يكون راضي على نفسه، يعني يكون تيحب نفسه، طبعا ماشي بشكل مبالغ فيه، لكن يكون يعني في تصالح مع ذاته وتحب نفسه، خاصة وأن الرفيق اللي غادي يكون معك حياتك كلها هو أنت. النقطة الثانية والعامل الثاني هو أنه يكون عنده الحمد، يعني يكون في شعور دائما بأنه الحمد لله عنده الخيرات، وأنه حاس بالاكتفاء وحاس بالحمد لله أن الرزق معاه، سواء طبعا الأرزاق بأشكالها المختلفة. يعني هاد الشعور بالرضا تشجعه على أنه تكون عنده ثقة بنفس أكثر. والعامل الثالث وهو أيضا مهم وربما نترقله في حلقة أخرى بالتفاصيل، وهو السعي في تطوير الذات. السعي في تطوير الذات يجعلك أنك دائما تنمي القدرات ديالك بشكل مستمر، فدائما هناك الجديد، وطبعا دائما هناك اجتهاد يكون مستمر ويجعلك دائما تتطور من القدرات ديالك. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهى. فإذا ما تنساوش دائما، حاولوا ما أمكن الاستمرارية في الاجتهاد مع الثقة مع النفس، وما تنساوش أن سلوكك يحدد قدرك.